مجالات معايير معلم العلوم. بيان التنظيم التركيبي والوظيفي في المخلوقات الحية. مؤشر الأول يوضح المفاهيم الرئيسية للعمليات الحيوية في جسم المخلوق الحي، مثل الهضم والتنفس والإخراج والتكاثر والبناء الضوئي. اشترك معنا في القناة. تحدثنا في مقطع سابق عن مجالات تخصص العلوم، وذكرنا أن هذه المجالات تتكون من 7 مجالات تحتوي على 26 معيار وذكرنا أن من هذه المجالات مجال علم الأحياء. مجال علم الأحياء يتكون من 4 معايير تمثل ما نسبته 20% من الوزن النسبي لمجموع معايير تخصص العلوم، وهذا ذكرناه سابقا عندما تحدثنا عن مجالات تخصص العلوم. نتكلم اليوم عن المعيار 6 من المعايير العامة لتخصص العلوم، ويمثل المعيار الأول لعلم الأحياء، وهو بيان التنظيم التركيبي والوظيفي في المخلوقات الحية. يحتوي على مجموعة من المؤشرات، سنتحدث في هذا المقطع بإذن الله عن المؤشر الأول، وهو يوضح المفاهيم الرئيسية للعمليات الحيوية في جسم المخلوق الحي، مثل الهضم والتنفس والإخراج والتكاثر والبناء الضوئي. إذن يوضح المفاهيم الرئيسية للعمليات الحيوية في جسم المخلوق الحي. نبدأ بالهضم. يمكن تعريف الهضم بشكل مبسط بأنه تفكيك أو تكسير الغذاء إلى أجزاء بسيطة يمكن للخلايا الاستفادة منها. إذن الهضم هو تفكيك أو تكسير الغذاء إلى أجزاء بسيطة يمكن للخلايا الاستفادة منها. هذا توضيح للهضم. أما التنفس فهو نقل الأكسجين من خارج الجسم إلى الخلايا في أنسجة الكائن الحي، وإخراج ثاني أكسيد الكربون من خلايا الأنسجة. إذن التنفس هو إدخال الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون. التنفس هو نقل الأكسجين من خارج الجسم إلى الخلايا في أنسجة الكائن، وبعكس الاتجاه ينقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى خارج الكائن الحي. أغلب الكائنات الحية تتنفس بنفس الطريقة، الحصول على الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون، ومن ضمنها النباتات. أما الإخراج فهو عملية يتم فيها التخلص من الفضلات الضارة. يقوم الجسم بالتخلص من الفضلات الضارة. إذن الفضلات الضارة يتخلص منها الجسم.
إذن الإخراج هو عملية يتم فيها تخلص الجسم من الفضلات الضارة. نتحدث الآن عن التكاثر. يمكن تعريف التكاثر بشكل بسيط بأنه عملية تقوم بها الكائنات الحية بإنتاج أفراد مشابهة لها. إذن التكاثر هو إنتاج أفراد مشابهة للمجموعة. هذا هو التعريف المبسط للتكاثر. طبعا ينقسم التكاثر إلى تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي. واحد جنسي واثنين لا جنسي. إذن التكاثر هو عملية تقوم من خلالها الكائنات الحية بإنتاج أفراد مشابهة لها، وهناك نوعان من التكاثر كما ذكرنا، التكاثر الجنسي والتكاثر اللا جنسي. أما البناء الضوئي فيختلف قليلا، إذ يوجد في الكائنات الحية المنتجة لغذائها مثل النباتات والبكتيريا الخضراء المزرقة والطحالب، ويتم الاستفادة من أشعة الشمس في إنتاج هذه الطاقة. البناء الضوئي هو من العمليات الحيوية التي تحدث عند بعض الكائنات الحية بهدف إنتاج غذائها. إذن هي منتجة لغذائها مثل النباتات اليابسة والطحالب والبكتيريا الخضراء المزرقة. ليست جميع أنواع البكتيريا، إنما البكتيريا الخضراء المزرقة، وسنتعرف مستقبلا على كيفية إنتاج هذه الطاقة من عملية البناء الضوئي. شاركنا مقترحاتك لتطوير القناة.